ودلوقتي مشاهدينا خلينا نشوف مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في بطوله امم افريقيا للشباب ودوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق فعاليات سبورتس إكسبو كأكبر مؤتمر ومعرض رياضي متخصص برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيحتضن فعالياته مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس في الفترة من 22 ولحد 25 فبراير الجاري. النهاردة منتخب مصر للشباب هيواجه منتخب نيجيريا الساعة 7 بالليل في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 اللي بتستضيفها مصر. واكتفى منتخب مصر للشباب بالتعادل السلبي أمام نظيره الموزمبيقي في المباراة اللي جمعت المنتخبين يوم الأحد اللي فات باستاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية للشباب. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار لقاء الذهاب من الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا. هيلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع لايبزيج الألماني الساعة 10 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي أنتر ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي.